شكرا للزميل أحمد أبو علي على هذا الموجز، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته حتى الآن نحو 168 شهيدا وأكثر من 1100 جريح، بينهم الكثير من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير مئات المنازل. رد المقاومة على الاعتداءات يتواصل بانهمار المزيد من الصليات الصاروخية على المستوطنات، وهي بلغت اليوم 70 صاروخا بحسب القناة العاشرة الإسرائيلية. نرحب بضيفنا في الاستديو الباحث العسكري والاستراتيجي العميد الياس فرحات. اهلا بك. أهلا. استاذ الياس، سنتحدث عن اخر التطورات فيما يتعلق بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزه، ولكن اسمح لنا ان نطلع اكثر على الاوضاع الميدانيه من خلال شبكه مراسلينا، اذ ينضم الينا من مشفى الشفاء مراسل الميادين احمد شلدان، وايضا من غزه تنضم الينا مراسله الميادين لنا شاهين، ومعنا من القدس المحتله مراسلة الميادين هناء محاميد. ولكن أبدأ منك، لنا ما الجديد لديك؟ نعم، يعني وفاء، هي حالة من الهدوء الحذر النسبي، يعني إذا ما قارناها بالنسبة لساعات الصباح أو ساعات الظهيرة بالتحديد مع الأيام الماضية، هي بالفعل حالة من الهدوء الحذر النسبي. خلال الساعتين الماضيتين كان هناك غارات، وكان هناك استهداف لستة منازل، كان آخر هذه المنازل في شمالي قطاع غزة مشروع عامر. قبيل ذلك كان هناك أيضا استهداف لثلاثة منازل في النصيرات المنطقة الوسطى، وكان هناك استهداف لمنزل في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأيضا في الشجاعية في شرقي مدينة غزة. قبل قليل كان هناك أيضا إطلاق لقذائف مدفعية، إن كانت من الزوارق المتمركزة في عرض البحر، وأطلقت هذه قذيفتان أطلقتا على شمالي قطاع غزة وأيضا في المنطقة الوسطى. لم أستطع تحديد المنطقة بالتحديد إن كانت النصيرات أو المغازي، ولكن أيضا كان هناك أيضا إطلاق لقذيفة تم سماع صوتها. القسام أعلنت قبل قليل، أعلنت أنها أطلقت صاروخ R-160 ووصل إلى حيفا، استهدفت حيفا، وأيضا استهدفت تل أبيب بثلاثة صواريخ M-75 وأيضا بصواريخ فجر 5. هذه الصواريخ يعني هي تحمل أسماء القادة إن كانوا العسكريين أو حتى السياسيين، بالنسبة للقسام أم لإبراهيم المقادمة، وجي على سبيل المثال جي 80 هو الجعبري، آر للدكتور عبد العزيز الرنتيسي، يعني هي رموز القادة بالنسبة للقسام وتحمل هذه الأسماء. هذا هو مجمل الوضع، يعني هدوء نسبي حذر. طائرات لا تفارق قطاع السماء، سماء القطاع، هناك أيضا طائرات الاستطلاع، هذه الطائرات هي منتشرة بشكل كثيف، يعني نستطيع ونحن نقف على سطح المبنى نستطيع أن نسمعها وكأنها نحلة تطن في إذن المواطن. هذا هو بالمجمل الوضع فيما يتعلق بالتصعيد بالنسبة للغارات. كان هناك أيضا إطلاق لقذائف لصواريخ من قبل سرايا القدس، وأيضا صاروخ كورنيت أصلا لجب عسكري شرقي رفح، وأيضا قبيل ذلك كان هناك إطلاق لعدة صواريخ من كتائب المقاومة الوطنية، وهي الذراع العسكري للديمقراطية للجبهة الديمقراطية، وهي استهدفت عسقلان بصاروخ واحد. هذا في كل ما يتعلق إن كان برد المقاومة وإن كان بالنسبة لما تقوم به إسرائيل من عدوان هنا على قطاع غزة. نعم لنا، كيف يتعامل الغزيون مع تصاعد العدوان الإسرائيلي عليهم؟ يعني الكل ينتظر، الكل يراقب بحذر، يتابع هناك تهدئة أم لا تهدئة، هدنة أم لا هدنة، يتابعون الأخبار. بعض المصادر تخرج بأن هناك تهدئة برعاية مصرية قطرية، وهناك من يخرج أنه إسرائيل لا تريد هذه التهدئة، وهذا حال المواطن، لا يملك من أمره شيئا سوى أن يراقب وينتظر ما ستؤول إليه الأوضاع. بالنسبة لي كنت سأفسح المجال للزميل أحمد ربما يتحدث على الجانب الإنساني، كونه متواجد في مستشفى الشفاء. بعض العائلات أخلت منازلها من المناطق الشمالية، وذلك تحسبا مع ساعات الصباح بالطبع، وذلك تحسبا لأن تقوم إسرائيل كما هددتهم برمي المنشورات والمناشير عليهم وهددتهم بإخلاء منازلهم. البعض غادر كعائلة بأكملها، احتموا والتجأوا في مدارس وكالة الغوث، والبعض أصر أن يبقى في تلك المناطق. وأيضا هناك عائلات، قابلت عائلة الأم والجدة والأحفاد ذهبوا إلى
الملجأ أو هي المدرسة مدارس وكالة الغوث، والأب والأبناء بقوا في أرضهم في تلك المنطقة. هذا بالنسبة للوضع. المواطن يراقب مع ساعات الليل بالطبع أو بالتحديد مع ساعة الإفطار يكون هناك قصف عنيف، وكأن إسرائيل تعاقب أهالي قطاع غزة، يكون هناك بالفعل قصف عنيف في ساعة الإفطار، وبعد ذلك مع ما أن يسدل الليل ستاره حتى تبدأ بالفعل تلك الغارات، غارات مع الهدوء مع سكون الليل يكون الصوت والضجيج أكثر وأكثر، تكثف إسرائيل أيضا من غاراتها. هذه الليلة ينتظر المواطن ما ستؤول إليه الأمور، اجتياح بري، عدوان بري، أم تسير الأمور إلى تهدئة. ولكن في المجمل إذا ما تحدثنا بالنسبة لهذا المواطن، في المجمل رغم الألم رغم المعاناة رغم كل ما يخشى أن يكون في انتظاره في ربما في الأيام القادمة أو ربما في الساعات القليلة القادمة، ولكنه في هذه المرحلة بالذات يرى أن المقاومة قامت بالدفاع عنه والتصدي له ولحقوقه وتدافع عنه. هذا في المجمل حالة من الترقب، حالة من الانتظار، وكما ذكرت الترقب هو سيد الموقف هنا في قطاع غزة. نعم لنا يعني اسمحي لنا أن ننتقل إلى زميل أحمد شلدان ربما يطلعنا أكثر على الأوضاع الإنسانية وهو من أمام مشفى الشفاء. أحمد، كيف هي الأوضاع الإنسانية لديك؟ نعم، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة قد لا توصف الكلمات ولا حتى ما قال. الأوضاع هنا صعبة جدا، الحالة الإنسانية تتفاقم لأنها بالأساس متفاقمة من عدة أشهر. الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 7 سنوات تشدد أكثر فأكثر خلال العام الماضي، وخلال الخمسة شهور الأخيرة كان أيضا بأكثرها تشددا هذا الحصار ضد قطاع غزة، ما ترك جميع أثاره على أصناف الحياة في قطاع غزة. الأصناف يعني الحصار ضرب أطنابه في كل شيء، وبالتحديد أو أكثر عامل هو المجال الصحي. هنا الآن نحن نتواجد في مستشفى الشفاء، منذ ساعات لم تأتي أي إصابات، وربما هذا من حسن حظ القائمين على المستشفى والأطباء والكادر الطبي الموجود، لأن الإمكانيات هنا في المستشفى كما تقول وزارة الصحة وفي جميع مستشفيات قطاع غزة ستنفذ خلال يومين فقط. خلال يومين فقط ستنتهي الكمية الموجودة من المستلزمات الطبية ومن الأدوية ومن العلاجات، لأن هناك الكثير من الأدوية رصيدها صفر منذ عدة شهور، والآن المستشفى يحتاجها أو الطبية تحتاجها في جميع مستشفيات القطاع. هناك الكثير من المستلزمات، هناك الكثير من الأجهزة المعطلة. إذن الحالة الإنسانية المتعلقة بالمجال الصحي هي حالة صعبة. هناك الكثير من المناشدات تحدثت بها وزارة الصحة والقائمون على هذا الأمر، ناشدوا جميع دول العالم أن تتدخل لإدخال مساعدات صحية وطبية إلى قطاع غزة وإدخال جميع المساعدات المطلوبة لسير الحياة، ولكن لم يستجب أحد. 15 فردا من الهلال الأحمر الإماراتي دخل إلى قطاع غزة ومعه شاحنة واحدة من الأدوية، وما يحمله في هذه الشاحنة لا يكاد يكفي مستشفى واحد لعدة ساعات فقط، لأن أننا نتحدث هنا عن 1100 من المصابين. يعني هذا عدد مهول وعدد كبير بالنسبة لعدد المستشفيات الموجود في قطاع غزة، بالنسبة لعدد أو كمية المخدمات الطبية التي تقدم من قبل المستشفيات لهؤلاء المرضى. هذا عدد كبير، نتحدث عن 167 أو 168 شهيدا سقطوا حتى الآن. نعم، إذن أحمد كيف تتعامل المستشفيات؟ إذن كيف تتعامل المستشفيات مع يعني حالة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وأنت تتحدث عن ما يكفي لمدة يومين فقط؟ المستشفيات في البداية اتبعت أسلوب التقنين، قامت بتأجيل العمليات الغير ضرورية، إلغاء العمليات المجدولة، وقامت بالكثير من الإجراءات في محاولة لتخفيف التكاليف التي تدفعها أو حجم السحب على المواد الطبية. قامت بهذا الإجراء منذ عدة شهور أو منذ شهرين تقريبا قامت بهذا الأمر. خلال اشتداد العدوان المستشفى قامت بوضع كل طاقاتها لتوفير الخدمات للمرضى، ولكن إذا استمرت المستشفى في هذا النمط أو في هذه الكمية من تقديم الخدمات بسبب عدد الجرحى الكبير، فإنه خلال يومين فقط ستنفذ هذه الكمية. يبقى أن تمارس الضغوط على المجتمع الدولي وتمارس الضغوط على الجانب الإسرائيلي وتمارس الضغوط على جميع المعنيين لإدخال المواد الطبية اللازمة لاستمرار عمل المستشفيات. أما إن لم تمارس هذه الضغوط فليس بالإمكان الأطباء أن يتركوا مريضا يموت، يعني سيستخدمون ما عندهم من العلاج، سيستخدمون ما عندهم من المستلزمات الطبية إلى أن تنفذ بشكل نهائي. عندها سيقف العالم جميعا على مجزرة فعلية وكارثة كبيرة ستحدث في قطاع غزة، وسيتم وضع العالم بأجمع عند مسؤولياته، وسيتم وضع إسرائيل التي ترتكب هذه المجازر عند مسؤولياتها، بحيث تكون هي المتسبب الأول والأخير بهذه المعاناة التي يعيشها السكان قطاع غزة. نعم أحمد، اسمح لنا أن ننتقل إلى الزميلة هناء محاميد. هناء، من جديد لديك في القدس المحتلة؟
نعم وفاء، يعني ابرز ما كان خلال خلال النصف ساعة الأخيرة ربما هو الرشقات الصاروخية وصليات الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل وشمال إسرائيل. هذه الصواريخ كانت قد وصلت إلى شمال مدينة حيفا. صفارات الإنذار دوت في مختلف المناطق في منطقة ما يسمى بجوش دان، وهي المنطقة المحيطة بتل أبيب والتي يسكنها أكثر من 3 ملايين إسرائيلي، أيضا في منطقة مدينة الخضيرة وأيضا في مدينة حيفا، وكذلك الأمر في شمال إسرائيل في نهرية وفي ما يسمى الجليل الغربي. يعني وكما يبدو هذه صفارات الإنذار التي دوت في شمال إسرائيل في منطقة نهرية كانت ناتجة عن صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه هذه المناطق. نحن نتحدث عن يعني خطوة نوعية قد تقوم بها أو قامت بها فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، إذ أن هذه الصواريخ قد وصلت بالفعل يعني أصدائها إلى شمال إسرائيل. هذا أبرز ما لدينا. القبة الحديدية اعترضت صاروخ أو اثنين في منطقة جوش دان، كان قد أطلق إلى هناك 5 صواريخ، وأيضا ذوي انفجارات قد سمعت من تلك المنطقة حتى من البلدات العربية المجاورة مثل منطقة المثلث الجنوبي، سمعت في تلك المنطقة أيضا صفارات الإنذار وأيضا سمع دوي للانفجارات وفاء. نعم. هذا أبرز ما لدينا حقيقة. ماذا عن المقدسيون يعني هنا وردود فعل الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة أمام هذا العدوان على غزة؟ الفلسطينيون عموما وفاء إن كان هنا في القدس أو في باقي المناطق الفلسطينية يعني من جهة غاضبون جدا، هناك مشاعر غضب كبيرة تجتاحهم بسبب العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وأيضا يعني هناك يعني حالة من التضامن إن صح التعبير مع فصائل المقاومة الفلسطينية ومع يعني التطور النوعي لفصائل المقاومة الفلسطينية التي تظهر من خلال الصواريخ طويلة المدى التي وصلت حتى مدينة القدس. بالأمس كانت هنا دوت هنا صفارات الإنذار وكان هناك يعني سقوط صواريخ يقال أنها سقطت في مناطق مفتوحة، ولكن المقدسيون عموما يعني يتابعون هذه الصواريخ التي تنطلق باتجاه مدينة القدس بترحاب إن صح التعبير، لأنهم يعني فخورون بما تقوم به المقاومة من إنجازات حتى لو كانت هذه الإنجازات يعني تقتصر على وصول هذه الصواريخ إلى مناطق بعيدة ولا تحدث أضرارا. على كل أحوال حتى يعني من حيث الأضرار بحسب التقديرات هناك أضرار تقدر يعني على النطاق المدني في إسرائيل تقدر بأكثر من 5 مليارات شيكل إسرائيلي. نحن نتحدث عن ربما قطاع السياحة، القطاع الاقتصادي التجاري، هناك مصانع ربما يعني شوش عملها، القطاع السياحي أيضا شوش بالكامل حتى هنا في مدينة القدس، ومن هذه النقطة تحديدا حيث نبث الآن يعني واضح أن يعني السياحة تقريبا شبه مشلولة في هذه النقطة وفاء، ونداكم ترون يعني نحن موجودون على مطل نقطة عالية تطل على البلدة القديمة والقدس المحتلة، وهذه النقطة بالعادة في مثل هذه الأوقات من العام يعني يتوافد إليها مئات السياح. نحن هنا منذ ساعات الصباح تقريبا لم نشاهد أحدا من السياح، وهذا يعني مؤشر واضح على تراجع السياحة الإسرائيلية على مستوى المبيعات الإسرائيلية. قبل يومين كانت هناك تقديرات بأن هناك يعني تراجع ب 50% بالمبيعات الإسرائيلية. هذا التأثير على المستوى المادي والاقتصادي الإسرائيلي قد يستمر حتى بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، هذا العدوان الحالي كما حدث في سابقه عام 2012 خلال عدوان عمود السحاب، إذ أن يعني الأضرار الاقتصادية استمرت لشهر وشهرين بعد انتهاء العدوان. نعم، هنا محميد مراسلة الميادين في القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول أيضا للزملاء أحمد شلدان ولنا شاهين من غزة. بالعودة إليك أستاذ إلياس فرحات، يعني صواريخ المقاومة تصل إلى مختلف المستوطنات الإسرائيلية، ربما قد كتائب عز الدين القسام كشفت عن الصاروخ M75 الذي استهدفت به تل أبيب أمس. الصاروخ يستعمل أو تستعمل فيه تقنية جديدة للإطلاق بحيث ينطلق من الأرض باتجاه الهدف.
كما شاهدنا أستاذ الياس هذا الصاروخ. ما تعليقك على هذه التقنية التي أعلنت عنها المقاومة M75؟ يعني دعني أبدأ من موضوع الصواريخ. موضوع الصواريخ هو شكل مفاجأة هذه العملية، إذ أنه تبين أن لدى المقاومة صواريخ من صنع فلسطيني أو تركيب فلسطيني سيان. هذه الصواريخ هي M55 وM75 وR160، وهناك صاروخ M302 هو صناعة سورية لا يمكن تركيبه في غزة، قد جاء من سوريا إلى غزة عبر طرق معينة وعملية تهريب معقدة. في موضوع هذه الصواريخ هناك جدل داخل إسرائيل حول ما هي الحمولة النافعة لهذا الصاروخ. الحمولة النافعة يقصد فيها الحشوة المتفجرة، أي الحشوة التي تصل إلى الهدف وتنفجر على الهدف. ما هو مدى كل صاروخ؟ لأننا نرى M75 يصل إلى 60 كيلومتر ونرى يصل إلى 80 وإلى 100. أيضا ليس لدى إسرائيل معلومات حول مدى أي صاروخ من هذه الصواريخ. M302 كيف وصل إلى غزة؟ هناك لغز كبير. موضوع أجهزة التوجيه للصواريخ وهي تكنولوجيا معقدة جدا، من أين جاء بها الفلسطينيون وركبوها على الصواريخ؟ موضوع يحسم الجميع الإسرائيليين، جميع الخبراء في إسرائيل، أن كل هذه التكنولوجيا وهذه الصواريخ هي من إيران وهي تجمع في غزة. يتساءل بعض الخبراء الإسرائيليين من، هل هناك خبراء إيرانيين في غزة أم ماذا؟ يعني كيف استطاع هؤلاء من عام 2012 إلى اليوم تشرين الثاني نوفمبر 2012 لغاية يوليو تطوير هذه المنظومة بخلال أقل من سنتين، بتطوير علما أن بتطوير مجموعات صاروخية، علما أنه عام 2012 أعلنت إسرائيل أنها فاجأت فلسطينيين واغتالت القائد أحمد الجعبري ودمرت معظم منصات الصواريخ الطويلة المدى. فإذا بنا اليوم أمام ادعاءات لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بأن هناك مئات الصواريخ تصل مداها إلى أكثر من 80 كيلومتر، وهناك صواريخ R-160 تصل إلى 150 كيلومتر، وهناك صواريخ M-302 تصل إلى 120 كيلومتر. يعني هناك ضجة في إسرائيل في المستوى السياسي والأمني والعسكري، كيف تحققت قدرات المقاومة بهذا الشكل؟ وما هذا الشريط الذي أذيع الآن؟ هو لعرض جزء من قدرات المقاومة الصاروخية. أعود إلى القوات الإسرائيلية، القوات الجوية الإسرائيلية، لقد نفذت نحو أو أكثر من 1000 غارة حتى الآن على قطاع غزة، ودمرت أكثر من 360 مبنى، وقتلت فوق 160 وجرحت 1200 عنصر. كيف تنفذ الطائرات الإسرائيلية غاراتها وعلى ماذا؟ يعني المعلومات الواردة من مراكز دراسات العسكرية الإسرائيلية تقول أن كل الأهداف يتم تحديدها من المخابرات العسكرية الإسرائيلية الأمان التي يرأسها الجنرال عفيفي كوشافي ومن الجهاز الشباك. لكن هل هذه المعلومات دقيقة؟ هناك هذا السؤال، هل هي هناك معلومات مضللة؟ أيضا هذا موضوع تساؤل. ثم أن ادعاءات القوات الجوية الإسرائيلية بأن أجهزة المخابرات تقدم لها معلومات وأحداثيات حول منافذ ينطلق منها الصاروخ من تحت الأرض عبر هذا المنفذ إلى الهدف المحدد له، وتدعي هذه الأجهزة أنها دمرت 500 منفذا لإطلاق الصواريخ. لكن إذا كان هذا الادعاء صحيحا كنا سنرى تراجع في وتيرة إطلاق الصواريخ، بينما رأينا نموا وازديادا في وتيرة إطلاق الصواريخ، مما يعني أن هذه الادعاءات هي الاستهلاك المحلي لا أكثر ولا أقل، وأن قدرات المقاومة لا تزال قوية وخاصة من الناحية الصاروخية. إذن أستاذ الياس، يعني المقاومة بس كلمة صغيرة، هذه الادعاءات بأن 500 نقطة هي لتبرير الغارة على مركز المعوقين وعلى مخازن الأونروا وعلى بعض روضات الأطفال، أرياض الأطفال في غزة، ليقولوا أن هناك منافذ قربها وقد تم قصفها بالخطأ لوقوعها قرب منافذ. أما لا يبدو أنها حققت نتيجة في تدمير الشبكة الصاروخية للمقاومة التي لا تزال فاعلة يوما بعد آخر. نعم سيادة العميد، اسمح لي أن ننتقل إلى سامي، الأستاذ سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس. أستاذ سامي، يعني رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتوجه لي يعني يتوجه إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يدعو فيها إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ماذا تعني هذه الخطوة في ظل هذه الظروف وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ يعني أعتقد أنه بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أنه دور السلطة ينبغي أن يكون أكثر فاعلية، وحتى فيما يتعلق بالحراك الدبلوماسي ينبغي أن يكون خارج هذه الطريقة. في جميع الأحوال إذا كان المقصود هو حراك دولي للضغط على الاحتلال لوقف العدوان ورفع الظلم عن شعبنا، بلا شك هذا شيء مطلوب، يعني هو الذي نسعى إليه. لكن إذا كان هناك أي مقاصد أو فهم آخر لهذا التواصل أعتقد لن يكون مقبولا لدى شعبنا الفلسطيني. أعتقد أنه السلطة ينبغي أن ألا تتعامل مع المسألة في غزة أو ضعف في غزة وكأنه هي قصة عند جارة عند شعب آخر هي تحاول أن تتوسط. غزة تتعرض لعملية إبادة حقيقية، هذا لا يقلل من قيمة المقاومة، لكن جرائم الاحتلال هي جرائم بشعة. المدنيين الفلسطينيين يسقط منهم الشهداء على مدار اللحظة، استهداف للبيوت أثناء وجود العائلات، استهداف المساجد، استهداف المستشفيات، المسعفين. وغزة أصلا محاصرة ومغلقة بدون حراك، بدون تواصل، بدون بضائع، بدون حاجيات، بدون أدوية. والسلطة بكل أسف لم تتحرك لتفعل ما ينبغي أن تفعله والواجب الملقى على عاتقها تجاه غزة. السلطة بعد اتفاق المصالحة أصبحت هناك حكومة توافق هي المسؤولة عمليا عن غزة، لكن بكل أسف هناك فراغ إداري كبير جدا، ونحن نحاول بقدر الإمكان أن نحافظ على تماسك الجبهة الداخلية وأن نمنع أي فراغ. وطبعا على الجبهة العسكرية المقاومة تقوم بدور رائع، لكن على الجبهة المدنية أعتقد أن هناك تقصير كبير جدا تقوم به السلطة تجاه غزة. نعم، يعني هناك معلومات تتحدث عن مغادرة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدوحة متوجها إلى تركيا لبحث تسوية ما بتنسيق تركي قطري، هكذا تتحدث تقارير إعلامية. أي نوع من التسوية إذا كانت هذه المعلومة صحيحة تتطلع حماس؟ لا، هو أصلا خبر من أصله غير صحيح. أستاذ خالد مشعل موجود في الدوحة ولم يغادرها لا إلى تركيا ولا إلى غيرها. مصدر المعلومة هي فبركات إسرائيلية. الهدف إشغال العالم ورأي العام وشعب الفلسطيني بهذه الأخبار المصطنعة حتى ينشغل بها عن حجم الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني. وهذا ليس بشيء جديد، احنا كنا بالأمس بنحكي مثلا عن الصحف الإسرائيلية بتحكي عن تهدئة واتفاق تهدئة ومشاريع بالتفاصيل موجودة في الإعلام الإسرائيلي. كل هذا يهدف إلى تغذية الإعلام بأخبار مضللة تنشغل بها عن حقيقة الأزمة وهي هذه الجرائم البشعة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. لذلك أستاذ خالد مشعل أنا تحدثت معه قبل قليل وهو موجود في الدوحة ولم يغادرها إلى تركيا. نعم دكتور سامي، يعني ربما كتائب عز الدين القسام يوم أمس كشفت عن صاروخ M-75 واستهدفت به تل أبيب أمس، يعني هذا الصاروخ يستخدم تقنية جديدة للانطلاق بحيث ينطلق من تحت الأرض باتجاه الهدف. ربما نشاهد الآن معكم مشاهدين هذا الصاروخ. سامي، ما تعليقك على هذا الصاروخ؟ ويعني عرفنا فقط إذا كان لديك معلومات المزيد حول مزيد يعني من المعلومات حول هذا الصاروخ والتقنية المستخدمة فيه. يعني أولا يجب أن نفرق بين M-75 وصاروخ J-80. الصاروخ الذي عادة استخدم لضرب تل أبيب منذ الحرب السابقة 2012 كان هو M-75 وسبق أن صنع واستخدم فعلا بفعالية كبيرة في الحرب الأخيرة في 2012. لكن الصاروخ الذي استخدم الليلة الماضية وتم تحدي الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعة من إطلاقه هو صاروخ يدعى J-80 نسبة إلى الشهيد أحمد الجعبري. وهذا الصاروخ فيه تقنية عالية تتغلب فيه على القبة ما يسمى بالقبة الحديدية، ولذلك تم إطلاق الصاروخ بنجاح كبير جدا. وفعلا عجزت القبة الحديدية في التعرض لهذا الصاروخ ووصل إلى الأهداف التي حددها. الأخوة في كتاب القسام اللي هم جهاز التصنيع داخل الكتاب هم يعملون على مدار اللحظة
في تهدئة كانت من 2012 حتى الآن، لكن أعتقد القسام لم تعرف معنى التهدئة، كانت في محاولة تصنيع مستمر، محاولة استعداد مستمر، وبالتالي اليوم احنا بنشهد ثمرة هذه المرحلة المرحلة التي سبقت فيها الإعداد والاستعداد لمثل هذه اللحظة، لحظة المواجهة مع الاحتلال. نعم، يعني ماذا تريد حماس وماذا ستفعل في إطار ردها على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ يعني اولا دعينا نشير ان موضوع يعني اداء المقاومه، كل فصائل المقاومه في مقدمه القسام، هو اداء مبدع. احنا لما بنتابع الجرائم الاحتلال، كل ما يقدم الاحتلال طائره F-16 تصعد في السماء ثم تضرب منزلا، هذا كل الابداع الاسرائيلي، عمليه قتل عبر طائره حربيه لا تستخدم الا في الحروب الدوليه بدون اي تطوير عن الحروب المسبقة. أما كتاب القسام والأضرع العسكرية الأخرى، كل يوم هناك إبداع. يعني تابعنا منذ البداية ضرب حيفا بصاروخ 100 اللي هو R-160، ثم تابعنا عملية استهداف قاعدة بحرية داخل عسقلان عبر البحر من خلال كوماندو القسامي، تابعنا ضرب اللي هو ديمونا، تابعنا يوم أمس هذا الإبداع الكبير، وتابعنا الليلة الماضية بعد ضرب تل أبيب تابعنا عملية إفشال إنزال إسرائيلي عبر البحر، وتصدى له كتاب القسام بشراسة كبيرة. طيب، وأصيب 4 من جنود الاحتلال على الأقل من خلال اعترافات الإسرائيلي. ما أريد أن أؤكد عليه مرة أخرى، حماس لم تختر هذه الحرب، حماس لم تبدأ التصعيد، الذي بدأ هذا التصعيد هو الاحتلال الإسرائيلي. طالما أن الاحتلال بدأ هذا التصعيد، عليه أن يتحمل مسؤولية. ونحن قلنا منذ البداية لسنا معنيين بالتصعيد قبل أن تقع الحرب، لسنا معنيين بالتصعيد، ولكن إن فرضت علينا أي معركة لن تكون كسابقاتها. واليوم إحنا عمالنا بنترجم فعل يعني تصريحاتنا في الميدان عبر الواقع، والمقاومة الحمد لله في كل ساعة هناك إبداع جديد. بالنسبة للموضوع السياسي، كما قلنا بوضوح، الاحتلال الإسرائيلي عليه أن يوقف عدوانه، عليه أن يرفع الظلم عن شعبنا وأن يعترف بحقوقنا. التفاصيل نحن لم يقدم لنا أي مشروع جدي. نعم هناك اتصالات كثيرة، هذا ليس سرا، اتصالات من أخرى في مصر، اتصالات من بعض الدول، من بعض الجهات الدولية، شخصيات الدولية، هذا صحيح ومتكرر ومستمر، لكن حتى اللحظة حماس لم يتم تقديم لها أي مشروع جدي يمكن دراسته والتعليق عليه، لأنه هذا يصطدم بالموقف الإسرائيلي الذي يصر على الاستمرار في ذبح شعبنا، وإحنا في مقابل ذلك نصر على استمرار المواجهة في مواجهة هذا العدو الإسرائيلي. نعم، إذا في إطار هذه الاتصالات، إذا سمحت لي دكتور سامي، فقط في إطار هذه الاتصالات، إذا ما الذي يطرح على حركة حماس إذا كنت تقول بأن هناك اتصالات عدة؟ الاتصالات تستهدف استيضاح موقف حماس من ناحية، وأيضا هم ينقلون لنا موقفا إسرائيليا أنه هدوء مقابل هدوء، أو ما يعرف باسم يعني وقف متبادل إطلاق النار. هذه معادلة لا يمكن أن نعود إليها بشكل مطلق. احنا كان عندنا اصلا اتفاقية 2012 وكانت بتعطينا مدى بحري ومدى على الحد الشرقي في الارض الزراعية والمعابر ووقف الاغتيالات ووقف الطلعات في الجو، كل هذا الاحتلال داس ومزق هذا الاتفاق. الان نرجع الى ما دون الصفر ايضا، هذا امر غير وارد باي حال من الاحوال. احنا لسنا في ازمة، والاحتلال سيرضخ لشروط حماس والمقاومة، هذا ما نعد به وهذا ما استحقق في الايام القليلة المقبلة ان شاء الله. طيب، يعني دكتور سامي، ايضا هناك ربما نقطة مهمة، يعني ما زال يجري الحديث عن عملية برية إسرائيلية في قطاع غزة، والجناح العسكري لحركة حماس بث شريطا مصورا يظهر فيه كيف ستتعامل حماس مع اي اجتياح بري إسرائيلي أو أي عملية برية إسرائيلية. نفهم من ذلك بأن حماس تتوقع أن تقدم إسرائيل على مثل هذه الخطوة؟ لا، حماس تتعامل مع كل الاحتمالات وجاهز للتعاطي مع كل التطورات، ولذلك نقول إن أقدم الاحتلال على تنفيذ تهديدات بحرب برية هو سيفشل فشلا ذريعا، وبالعكس هي ستكون فرصة للقسام وللأذرع العسكرية في قوى المقاومة الأخرى لإيذاء هذا الاحتلال واختطاف جنوده، وسيكون هذا الاحتلال مهزلة حقيقية أمام مجتمعه الإسرائيلي وأمام العالم. نحن نعد بذلك، وإحنا نتحدث كل طمأنينة وكل ثقة. إحنا ذهبنا كما ذكرنا عبر قناتكم قبل ذلك وقنوات أخرى، ذهبنا إلى عسقلان لنهاجم هذا الاحتلال في عقر مقتصباته، وبالتالي من الباب أولى أن نكون جاهزون لمواجهته هنا في أطراف غزة. والليلة الماضية هو عجز عن إنزال
أن ينزل على شاطئ البحر فقط لعدة أمتار وبقوات خاصة، كوماندوز إسرائيلي خاص عجز عن ذلك. الزوارق بحرية موجودة وطيران إسرائيلي موجود وعجز عن أن يفعل شيئا، وذلك احتلال نعم قد يفلح في إحداث مزيد من قتل ضد المدنيين، هذا أمر وارد، لكن هذا ليس إنجازا حربيا، وهذا بالعكس هو الفشل بحد ذاته، لأنه الاحتلال مقابل عزو في مواجهة المقاومة هو يحاول تعويض هذا الفشل من خلال استهداف المدنيين. بضعة أمتار على شاطئ البحر الليلة الماضية عجز عن أن يتجاوزها، وبالتالي من باب أولى إن شاء الله أن يفشل في أي توغل أو اجتياح بري بإذن الله. طيب يعني دكتور سامي، عندما يقول نتنياهو بأن إسرائيل ليست مرتبعة من مرتدعة من القيام بأي عملية برية تستهدف مناطق سكنية يختبئ ما تقول أو ما تسميه يختبئ فيها الإرهابيون، يعني هذا التصريح بحد ذاته يعبر ربما عن قلق إسرائيلي من القيام بعملية برية. نعم، مجمل التصريحات الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بموضوع الحرب البرية أم غيرها هي تصريحات مرتبكة. الاحتلال متفاجئ من حجم قدرات المقاومة، لا يعرف ماذا يفعل، ولذلك هو كل ما يريد أن يعني يعوض به فشله هو استهداف المدنيين. كل ما وقعت إبداع للمقاومة يستهدف المدنيين، هذا ما يفعل الاحتلال، أما هو في حالة تخبط شديد. عمليا المجتمع الإسرائيلي معظم الآن تحت الأرض، نحن نتحدث معكم الآن من فوق الأرض كما هو حال كل فلسطيني في غزة، أما الإسرائيليون الآن هم تحت الأرض جميعا. حكومة الاحتلال تعقد لقاءاتها بكل سرية خوفا من صواريخ المقاومة الفلسطينية، وبالتالي الإنسان عليه أن يقارن بين هذا الجبن والبلطجة الإسرائيلية وبين الأداء الرائع للمقاومة، وكل هذا محصلته أن هناك تخبط إسرائيلي كبير. الإسرائيليون لا يعرفون ماذا يفعلون وكيف يتعاملون. نحن نقول لهم الطريقة لذلك أن يعترفوا بحقوقنا وأن يوقفوا العدوان قبل ذلك. نعم، يعني عندما تقول المقاومة بأنها ستستمر في المواجهة وعندما تستمر في الرد على هذا العدوان الإسرائيلي، التهدئة بشروط المقاومة، ما هي المعادلة إذن التي تريد المقاومة أن تفرضها على إسرائيل؟ يعني احنا لسنا معنيين بأن نبدو بأي شكل من الأشكال أننا نستجدي تهدئة أو نلهث خلف أي تهدئة، وبالتالي من المبكر الحديث في أي تفاصيل. وكما قلت منذ البداية، حينما يقدم إلى حماس مشروع جدي واضح ومتكامل سنقوم بدراسته وإبداء رأينا فيه، وإلى أن يتم ذلك إحنا فقط موقفنا هو مواجهة الاحتلال وتكبيده أكبر خسائر ممكنة. وإحنا بنقول أنه العودة إلى معادلات قديمة لها علاقة بوقف متبادل والهدوء مقابل الهدوء، هذه معادلات. عفوا دكتور سامي، ألا تريد المقاومة أن تفرض معادلة معينة على إسرائيل بهذا الصمود بهذه المواجهة؟ ما هي هذه المعادلة إذن؟ يعني هذا ما كنت أسأل عنه. صحيح، نحن نريد أن نفرض معادلة فلسطينية، معادلة المقاومة على الاحتلال الإسرائيلي، ولكن أعتقد أن هذه المعادلة ستظهر شكلها وصيغتها من خلال المرحلة المقبلة ومن خلال ما ستفرض المقاومة من شروط، لكن الآن نحن كما ذكرت لسنا معنيين بالحديث في أي تفاصيل. الاحتلال عليه أن ينتظر منا المزيد، وهو إذا لا يريد أن يتعرض لهذا المزيد عليه أن يبادر هو ويستجدي هذه التهدئة ويرضخ للشروط التي سنفرضها حين ذلك. نعم، دكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا. بالعودة إليك أستاذ سيادة العميد الياس فرحات، بعد هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كيف نقيم قدرات المقاومة في التصدي لهذا العدوان وصمود المقاومة أمام هذا العدوان؟ أولا نبدأ بموضوع التهدئة مقابل التهدئة. سقطت هذه المعادلة، التهدئة مقابل التهدئة، وهناك كلام في إسرائيل عن التوصل إلى أطول فترة ممكنة من الهدوء، أي هذا نوع من التراجع، يريدون الهدوء من دون أن يطلبوا شيئا من المقاومة الفلسطينية. المقاومة أثبتت قدرتها على مواجهة العدو وعلى منعه من تحقيق مهامه حتى الآن بموضوع إطلاق الصواريخ إلى أهداف لم يكن ينتظرها العدو، خصوصا في تل أبيب والجليل الغربي وفي ديمونة وبئر السبع.
الموضوع الذي موضع الجدل اليوم هو هل تستطيع القوات الجوية الإسرائيلية حسم المعركة من دون تدخل أرضي أم لا؟ أعتقد أن إسرائيل وصلت إلى نقطة لا عودة في هجومها على غزة، وهي لابد أن تلجأ إلى العملية البرية. إذا أنت تتوقع أن تكون طبعًا هناك عملية طبعًا برية؟ طبعًا عملية برية وبحرية أيضًا، وليس فقط برية، لأن استنفذت كل هجماتها الجوية على أكثر من نحو أسبوع تقريبًا، ولم تحقق أي نتيجة، ولا تزال يعني صواريخ المقاومة تنطلق. أما كلامهم عن المنافذ أنه قصفنا 500 منفذ، المنفذ يكون لصاروخ واحد، يعني هناك إذا عندهم المقاومة 5000 صاروخ، يعني 5000 منفذ، يعني بدنا 3 أشهر الطيران الإسرائيلي ما بيخلص. نعم. يعني دخلوا في دوامة، واليوم يحال الموضوع إلى العملية البرية. أحد كبار ضباط سلاح الجو الإسرائيلي صرح في الإعلام، اشترط الإعلام ذكر اسمه، أنه لا نعرف كل شيء عن حماس والصواريخ، وبالتالي لا يمكننا قصف كل شيء. وكما أشار إلى أن هناك نقص في المعلومات الاستخبارية، وهذا هو بيت القصيد، المعلومات الاستخبارية التي تصل إلى قيادة الجيش الإسرائيلي، ولا تحديدا قيادة القوات الجوية، ليست دقيقة، وكل هذا العمل قصف لم يؤدي إلى نتيجة، ولغاية اليوم لم يظهر هدف ذات جدوى. طيب سيادة العميد، إذا كنا نتحدث عن فشل في العملية الجوية التي أو العمليات الجوية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وربما أنت تتوقع بأن يكون هناك عملية برية، هل تتحمل إسرائيل تكلفة هذه العملية البرية إذا فشلت هي جويا؟ لا أعتقد أنها تتحمل، لأن العملية البرية فيها مصاعب وفيها كلفة كبيرة جدا، وخصوصا في المواجهة البشرية، يعني مواجهة بشرية بين الجيش الإسرائيلي وبين قوات المقاومة، ستحصل خسائر في القوات الإسرائيلية، رغم أن إسرائيل تتحدث عن عملية مشتركة جوية برية، أي أن الطيران الإسرائيلي يقصف أمام القوات البرية وتتقدم على مناطق محروقة، لكن هذا يبقى في إطار النظريات. أما على الأرض تستطيع القوات الإسرائيلية ربما أن تتقدم في بعض المناطق، لكن قوات المقاومة جاهزة للتصدي لها من كل المناطق. وما الذي حصل أمس إلا أكبر دليل على جهوزية المقاومة. كان البحر شبه يعني معزولا عن الكلام، يعني تبين أن الاستعداد الإسرائيلي بواسطة وحدات النخبة من قوات البحرية ومحاولة الإنزال في شاطئ غزة قد تصدت لها المقاومة بكفاءة وأهلية عالية، مما يدل على أن المقاومة جاهزة في البر وفي البحر ومن الحدود الأربعة لقطاع غزة، وهذا ما تدركه إسرائيل تماما، وتدرك تماما أن كلفة الهجوم البري سترتد عليها، وترتد عليها خطرا كبيرا، خصوصا إذا سقط عدد كبير من القتلى، وإذا حصل هناك أسر لإسرائيلي، فإن المجتمع الإسرائيلي الذي يعني يعيش بتركيبة هشة، مجتمع قائم على الرغد العيش والأموال يعني لا يستطيع أن يتحمل وقف الدورة الاقتصادية ووقف العجلة الاقتصادية وخسائر الأرواح، وأن ينتقل إلى مجتمع حرب، ينتهي المجتمع يعني ينهار بسرعة أكثر من ما هو متصور. يعني لذلك أعتقد أن إسرائيل اليوم على مفرق خطر جدا، إذا دخلت بالعملية البرية فهي تخاطر بالكيان الإسرائيلي بشكل عام، وليست تخاطر فقط بإمكانية نجاح أو فشل عملية محدودة. الموضوع أكبر من عملية محدودة، الموضوع أن قطاع غزة يقاتل كل إسرائيل ويصل إلى كل إسرائيل، وهذا يحصل لأول مرة في المواجهات العربية الإسرائيلية. هذا وإذا يعني سلمنا جدلا، إذا استطاع الإسرائيليون تحقيق تقدم في قطاع غزة، فإن حلفاء حركة حماس والمقاومة في غزة لن يتركوها، إن كان في إيران أو كان في جنوب لبنان أو حتى في سوريا أيضا ممكن أن يتدخلوا فيقلب الموضوع. إسرائيل لا تستطيع الحرب على أكثر من جبهة واحدة، إذا حاربت على جبهتين يزداد الخطر الكياني عليها. نعم سيادة العميد، ابقى معي، ربما نشرك معنا دكتور حسن جوني أستاذ القانون الدولي. أهلا بك دكتور حسن. رئيس ضيفك الكريم، أهلا بك دكتور الياس. نعم، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وجه رسالة إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يدعو فيه لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ماذا يعني ذلك وفقا للقانون الدولي؟
يعني في الحقيقة يعني هذا الموقف غير واضح تماما، يعني غير مفهوم حتى. كيف يعني يمكن لرئيس دولة أن يطلب من الأمم المتحدة أن تضع شعبه تحت حماية الأمم المتحدة، حيث أن هناك ليس في نظام الأمم المتحدة أي إشارة أو أي مادة تشير إلى إمكانية وضع بلد معين تحت الحماية أو تحت الوصاية. طبعا هناك كان فصل الثاني عشر من نظام الأمم المتحدة الذي يضع كان فصل المتعلق بالوصاية لنظام الوصاية، هذا مختلف تماما، ليس له علاقة بوضع الأمم المتحدة بلد معين تحت وصيتها، وهذا أساسا انتهى منذ عام 2000 مجلس الوصاية، وهو مختلف تماما، كان يعالج قضية متعلقة بالاستعمار. يعني أنا أعتقد أنه هذا الموقف غير واضح تماما، وأوافق ما تفضل به ضيفك من غزة منذ قليل، لأنه كان على السيد عباس أن يطلب ليس حماية الشعب الفلسطيني من الأمم المتحدة بهذا الشكل، هو كرئيس سلطة ما اعترف بها، كان المطلوب منه هو أن يطلب من مجلس الأمن أو حتى من الجمعية العامة يطلب أن تجتمع بشكل فوري وتدين العدوان الإسرائيلي، وذلك عملا طبعا بمهام مجلس الأمن المحددة في المادة 24 من الميثاق، أي ردع العدوان والإحلال السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ مجلس الأمن أساسا قرارا على أساس فصل السابع المادة 39 التي تجيز له أن يعتبر أن هناك عدوانا. نحن أمام حالة عدوان واضح وصريح واضحة وصريحة، وعليه أن يتخذ مجلس الأمن على مثل هذا القرار. كان مفترض من السيد عباس أن يطلب هذا الطلب بشكل واضح تماما. طيب يعني ولكن دكتور حسن، هل يمكن التعويل على المجتمع الدولي في ظل وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل وضد أي قرار دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ أنا أعتقد أنه كل الأمر متعلق فيما يحصل في الميدان على الأرض اليوم. إذا كان هناك طبعا كما هو الأمور تسير حتى الآن بمقاومة شعبنا في فلسطين كما حصل أساسا في لبنان عام 2006، استطعنا أن نفرض على العدو طلب وقف إطلاق النار، واستطعنا أن نفرض أساسا وقف إطلاق النار، واتخذ مجلس الأمن قرارا يعني آنذاك عام 1901 قرار 1701 يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار ميزان القوى العسكري على الأرض. المطلوب من مجلس الأمن طبعا في حال الاجتماع الفوري مجلس الأمن، وهذا المطلوب من السيد عباس أن يطلب به، أولا أن يجتمع مجلس الأمن، وكذلك يجب أن يطلب اجتماع الجمعية العامة أن يتم اتخاذ قرار يقف وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، واحد، إدانة العدوان، اثنين، وتحميل إسرائيل كل نتائج هذا العدوان. أنا أستبعد أن يحصل ذلك، لأنه كما يعرف الجميع بأن للأسف نقول بأن هناك قرارات تصدر على الأمم المتحدة دائما تصدر لصالح إسرائيل للأسف. طيب من الناحية القانونية يعني قانونيا على المستوى الدولي دكتور حسن، كيف يمكن مواجهة إسرائيل ومحاسبتها على جرائم الإنسانية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟ لو سمحت بشكل سريع. يعني قبل المطالبة بالمحاكمة يجب أن نحدد بأن ما تقوم به إسرائيل يشكل على الأقل أربعة جرائم دولية كبرى، هي جريمة الإرهاب، جريمة ضد الإنسانية، جريمة الإبادة، وجريمة الحرب، على الأقل إن لم نذهب أبعد من ذلك. هذه الجرائم تعتبر انتهاك صريح وواضح لإعلان العالم لحقوق الإنسان 1948 وخصوصا الحق في الحياة، العهد الدولي 1966 متعلق بالحقوق السياسية والمدنية، واتفاقية جنيف الرابعة. يجب أن نحدد بأن غزة ما زالت تعتبر حسب القانون الدولي مدينة منطقة محتلة، وبالتالي انتهاك واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة 1949 والبروتوكول الأول التابع لها إلى آخره. طبعا هناك استعمال سلاح ممنوع معاهدة 1980 المتعلقة بالأسلحة التقليدية وبروتوكولاتها. المهم إلى أين ممكن أن نذهب إلى أي محكمة دولية؟ هذا موضوع كبير جدا ومعقد جدا. يعني اليوم المطلوب ذهاب إلى مجلس الأمن لكي يدين مجلس الأمن وحشر الولايات المتحدة الأمريكية في الزاوية وحلفاء إسرائيل من الأوروبيين لكي يعني يتخذوا على الأقل إذا عملوا فيتو فليكن ذلك، على الأقل هم يكونوا قد اتخذوا موقفا واضحا. شكرا لك دكتور حسن. شكرا لك دكتور حسن جون، أستاذ القانون الدولي، كنت معنا من بيروت.
بالعودة إليك سيادة العميد، نتنياهو يقول يجب أن ندرك بأن العدو مختبئ في المساجد ويقيم مستودعات للأسلحة والذخيرة في أقبية المستشفيات، توجد له قيادات قرب رياض الأطفال، وكأنه يحذر أو ربما يعني هناك مؤشر لخطوات قادمة إسرائيلية باستهداف رياض الأطفال، المستشفيات، المساجد. قبل أن أقول يحذر، هو يبرر ما جرى من عدوان على مركز المعوقين وعلى مخزن الأونروا وعلى بعض المساجد في غزة. أيضا لقد نفذ هذا العدوان من قبل، وهو يمهد لاعتداءات أخرى على هذه المراكز بحجة أن المنافذ الصواريخ هي تقع قرب هذه المناطق. أعتقد أن يعني هو يريد إيلام وإيذاء الشعب الفلسطيني بهذا العدد من الخسائر والأطفال يعني العناصر التي لا علاقة لها بالنزاع، النساء وأطفال ومعوقين، ويريد إيذاء وإيلام الشعب الفلسطيني لدفعه إلى الاحتجاج أمام حركة حماس لبغية توقف إطلاق الصواريخ. يريد أن يشرك معه شعب غزة بالقوة وبالقتل وبالدم وبالإيذاء، أن يشاركه الضغط على حماس. لكن تبين مما حصل يعني حتى الآن، نحن مقبلين على مزيد من الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية. نعم، هذه يجربها نتنياهو، أعتقد أنها لن تنجح، وهو يدرك أيضا أنها لم تنجح لا عام 2008-2009 في عملية رصاص المسكوب، ولا عام 2012 في عملية عمود السحاب، ولن تنجح أيضا في هذه العملية. لذلك هو يقطع هذا الوقت لكي تجهز القوات البرية، وربما يعني يقاطع بعض المعلومات الاستخبارية لكي يشن العملية البرية والبحرية أيضا. نعم، الياس فرحات الباحث العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا. شكرا لك على تواجدك معنا. مشاهدينا، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله. Let's go.